صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مثل كل نهار جمعة على طول عنا ضيف مميز، واليوم كمان موضوعنا وضيوفنا مميزين، وبصرنا استقبل معي سيدة زينة ليون وسيد وسام تامر براند اونرز لوان بيس. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو. اهلا فيك. فكرة جديدة نزلتوها بلبنان وهي موجودة وورلد وايد، حابين نعرف انا والمشاهدين اكثر عن وان بيس، خبرينا شوي زينة. انا رح خبر عن القصة بيهايند وان بيس لانه هي شوي مهضومة كيف بلشت الوان بيس. هي الوان بيس از ميد ان نورواي. ثلاث شباب فيري يونغ شباب يعني كانوا حابين يطلعوا من فكرة التو بيسز يلي هو البنطلون سير فاتمان مع جاكيت او بنطلون سير فاتمان مع تي شيرت، كانوا حابين يفوتوا بالشيء يلي هو اتس وان بيس ايزير تو وير. بقى وان اوف ذا مان كان لابس تو بيسز وهو ولبسهم قطبون خيطوهم سوا وشافوا انه الطريقة الوحيدة اللي يقدر يشلحها كان انه يقصوا التيشيرت من النص. بقصوا التيشيرت هيك من النص وقدر شلحها وطلعوا بالديزاين تبع الوان بيس يلي هو جامب سوت مع لونج زيبر جاي من قدام بيقدر واحد ايزلي يشلحها ويلبسها. اوكي. بقى من هون اجى الموديل تبع الوان بيس واشتغلوا على شيء يكون كومفورتبل ات ذا سيم تايم وستايلش ات ذا سيم تايم، يعني يكون في كولرز، يكون في ديفرنت مودلز، ديفرنت كاتس. ومن هون بلشت الوان بيس بال 2007 اراوند ذا وورلد، وبال 2009 انتشرت اكثر باوروبا وبامريكا، وريسنتلي نحن جبناها هلا على الميدل ايست وعلى نورث افريكا. مبروك اول شيء، ما قلكم زمان وان بيس لكن هو الجامب سوت. اليوم راح يكون عندنا كاتووك، سمول كاتووك ب لنشوفهم لايف يعني باستديو، عندنا كمان فيديوز راح نشوفهم لوان بيس. بس بدي شوي اسالك وسام، البدايه كيف كانت؟ وين عملتوا الاوبننج؟ هلا اليوم كل الاشخاص عم يحضرونا اكيد عم يسالوا انه وين ممكن كمان يقدروا يلاقوا كل البيسز يلي رح نشوفهم اليوم؟ شور. هي بدايتها نحن تعرفنا عليها كنا مسافرين على لندن وشفنا موديل لبسته. موديل اي ثينك كانت موديل يعني كانت كثير فاشنبل مع هاي هيلز لبستها على الطياره، وجوجلت وعرفنا عنها وطلعنا يعني وحكينا معهم للشباب النوروي وي اجريد اون تيرمز واخذنا كل الميدل ايست نورث افريكا. حاليا بيقدروا يحصلوا عليها من خلال الويب ستور تبعنا على الانترنت يلي هي www.onepiece-me.com او من خلال الفيسبوك، لانه عندنا كمان وي كان سيل ثرو ذا فيسبوك بيج تبعنا يلي هي وان بيس ام اي يعني ميدل ايست. يعني على طول كل شخص حابب انه يفوت ويشوف كل البيسز لازم يفوت على وان بيس داش ام اي. بدي اقول شغله لانه في كثير ناس عم بيسالونا، عم بيصير في كونفيوجن، عم بيفوتوا على www.onepiece.com يلي هو تبع اوروبا وامريكا، عم بيجربوا يشتروا من الميدل ايست ما عم بيقدروا، بيقولوا لنا ليه ما عم نقدر نشتري. بقى بليز انه ميك شور يحطوا داش me.com ليقدروا يشتروا أونلاين ودليفر all around the Middle East and North Africa. نحن كمان رح نتابع حديثنا بس في فيديو من Dancing with the Stars رح نشوفه هلأ كمان معنا، وكل الأرقام عم تقطع على الشاشة وكل معلومات كمان عم تقطع على الشاشة، رح نشوف الفيديو ومنرجع. This week we have probably the most emotional dance of all of them, Rumba. So we'll have to work a lot on emotions. Walk forward, sit. Okay? Like, emotional. Good. Emotions. يلا. عن جد لازم نطلع الـ emotions قد ما فينا ولازم نعيش الرقصة ولازم يكون في connection مع الـ partner. كرمال هيك قلت أنا بدي استعين بحدا خبير بهالأشياء. Hello. Salut. Hi. Every time the jury was commenting that we need to show our emotions, you know, let them out. I'm here to help. I will start by giving you some exercises. بدي إنه هل تلج هيدا الموجود ينكسر بيناتكم. Imagine that your wife is leaving you, and you are saying to her, "I love you," to keep her with you. لك حل عن. Women. عم نشوف كمان هون لكينا بلشوا الكات ووك. زين الجامب سوت هني فور مان وومن صح؟ في للكيدز؟ في للكيدز بس نحن بعد ما جبنا على الميدل ايست وبروبلي بيجينينج اوف نكست يير رح يصير في عندنا فور كيدز، بس هلا بعدنا مركزين على فور مان اند وومن. والبحب بدي اقوله انه اللي لابسه مثلا شاب ممكن تاخده هي سايز سمول وتلبسه فور وومن، يعني اتس يونيسكس. وحتى المان اذا حابب يلبس بينك مثلا بيقدر ياخذ لارج سايز او ميديوم سايز ويلبسه هو.
وفي شيء مثلا في كولكشن يلي هي للفول وللسبرينج الماتيريال يعني بتتغير هون مثلا البنت لابسه هلا اللي بنسميه هيفي ويت بيجي مبطن شوي من جوا هذا هو للشتاء وفي مثله كمان بيبقى يكون كوتون يلي هو لايت ويت بيبقى رقيق بنلبس سبرينج سامر يعني وحتى عنا بنلبس وينتر يعني لانه ما مش على طول عنا ساقعه كثير بقى في الاثنين كمان بيلبس مع تنس شوز او مع هاي هيلز او مع الكاب العالي هلا بتقطع بعد شوي الموديل لابسه واحد جامب سوت بنسميه سنو ليبرد رح تلبسه مع هاي هيلز بتشوفي انه بنلبسه يعني اتس فيري سمثينغ فيري ستايلش بتقدر تلبسيه مثل ما انت بدك وبذات الوقت كثير مريح وهذا الحلو بالموضه انه نلبس شيء كثير حلو وبذات الوقت كثير مريح صحيح وسام البداية وين كانت يعني الأوبنينج وين العمل كيف انطلقت؟ الأوبنينج العمل بدبي لانشينج يعني الأحرى بالدبي أدرس هوتيل بدبي مول هلا من ثلاثة أيام مبروك مرة جديدة ثانكيو بالريبابليك نايت كلاب كان كتير حلو كان عندنا كتير يعني مشكور العالم اللي اجوا خصوصي السليبرتيز من لبنان يعني حبوا يشاركونا هلا هالفرحة هاي ما بعرف اذا ايه لا عن جد بدي اشكرهم لانه they were very good supporters ل One Piece يعني كان في ورد الخال كانت موجوده كان في كارولينا دي اوليفيرا توني ابو جاودي ومارتو كارلا حداد هيلدا خليفه هاديا سنو ميرفا القاضي وفي اشخاص ما قدروا اجوا بس they supported us through مثل ما شفتي Dancing with the Stars في روزاريتا طويل وسام حنا يمكن هلا نرجع نشوف له فيديو بقى عن جد بدنا نشكرهم لانه وجودهم باللانشينج كان a great support ل One Piece اكيد بدنا نوجه لهم تحيه كلهم بس ليه كان اللانشينج بدبي ما كان بلبنان؟ شوفي نحن الشركه يعني البراند اللي اخذناها بشركه بدبي بخصوصيات بزنس يعني هي ما لها خص بالمحل لانه بدبي في فري زون جبل علي ونحن اخذنا الوكاله بكل الميدل ايست نورث افريكا فا اتس ايزير تو شيب تتفوتي يعني تو برينج ان برودكتس اند شيب يعني لا كبزنس بلا ما تدفعي تاكس او شيء من هالنوع بس نو نحن عندنا بريزنس بلبنان يعني وي ويل جرو هالبريزنس هاي البزنس اللي اخذناها هي ثري فولدز يعني نحن عندنا الوكاله ميدل ايست نورث افريكا من كل النواحي يعني وي كان ديستريبيوت ات اونلاين فينا نعطي فرانشايز فينا نفتح نحن اور اون ستورز وحتى فينا نفتح كورنر اور شوب ان شوب او ستور ان ستور فعندنا كل هالكابابيليتيز واذا هلا في حدا بيسمعنا يعني مهتم بهالموضوع هذا فيهم يتصلوا فينا عبر الويب سايت او any other way نعم عم نشوف كمان هون روزاريتا طويل بالدانسينج وذ ذا ستارز بالتريننج اللي بيصير على طول كمان بدنا نحكي شوي عن تفاصيل اذا فينا نقول تفاصيل البراند لكن وان بيس هو اتس ا وان بيس جامب سوت يلي بس هن كمان بدنا نقوله انه مش بس عندهم هذا الجامب سوت يعني صحيح. بيبيعوا تي شيرتس وان بيس البراند هي وان بيس بس عندهم تي شيرتس لونج سليفز شورت سليفز عندهم قطعت هلا روزاريتا بوان بيس شورت اوكي مع كم قصير يلي كمان بالصيف رح ينزل هيك عندهم بانتس مع جاكيتس في بانتس عندهم هيك دي شابو فولار وان بيس بس نحن هلا مركزين على الجامب سوت لانه ذي ار هلا ذا ان ثينج باوروبا وبامريكا وحابينهم يكونوا بالميدل ايست لانه بتعرفي انت لبنان ودبي هن هالبلدين بالاخص كثير بحبوا الفاشن فقلنا ليش لا انه اتس سمثينج فاشنبل بقى ليه ما يكون موجود عندنا So اليوم كمان معنا هيك جامب سوت من الدنم يلي هو sure. هو سبرينج او فول هيدي فول هذا فول الجاي هذا الفول الجاي هذا يعني ما بعرف اذا حقيقي شوفوه المشاهدين بس انت بدنا نفرجي نحن انه شوي ديفرنت عن الموجود هلا اوريدي نعم الماتيريال مغير في له باكيتس يعني عاملينه مثل جينز تحت مثل جينز والسحابة تغيرت سحابته من قدام نعم. هون علي الحديد الحديدي وان بيس هذيك قماش الاوريجينال وانز اللي عندهم اياهم قماش ونازلين كثير قصص جديده يعني هلا ان شاء الله يعني بس ننزل ما فيناش نفرجي كل الكولكشن وي دونت هاف ايفن ذا رايت تو نفرجيها يعني بس نازل قصص كثير جديده عاملين اول بانتس وذ ليفت اوكي سويت بانتس مع ليفت اي ثينك اول ناس اني عاملينها هلا حننزله ان شاء الله بالسبرينج سمر وبالفول وينتر كمان This is the logo of One Piece. عم نشوفه هلا قريب على الهواء. اللي هو number one will peace. That's what where it came from. يعني. يمكن بعد عنا جامب سوتس نشوفهم بالكاتوك سريع نحن كمان بهالوقت رح نتابع وكمان نشوف بالوقت يلي عم نشوف المودلز عم بيفرجونا بعض الستايلز هون تقريبا لأي أعمار بينلبس وان بيس هلا الكيدز أكيد فور كيدز يلي بعد ما جبناه والهول الوان بيسز
يعني كل الأعمار عم تحبها، تلاميذ الجامعة، تلاميذ المدرسة. يعني أنا كنت لابسة من شي جمعة واحد وقفوني تلاميذ مدرسة بنات يعني بعمرهم like 15 سألوني كيف ومن وين وهاي they were so excited. والبالجامعة حتى ال in their 30s and 40s اللي بحبوا they are funky، هني بحبوا يلبسوا عم يلبسوا هيك أشياء. عم نشوف كمان هلا جامب سوتس في قصص برينتد يعني صح. مش بس بيكونوا بيزك لارج برينت جاي على كل الفرونت تبع الجامب سوت. معقول يكون في شيء يمكن تايلر ميد او بيتعدل، او اذا مثلا سيده حابه تزيد شويه صح. يمكن اكسسوارز او سبايكي او شيء ممكن نعمل. عم نحكي هلا انا وسام انه في عنا فيو شوي لقدام انه نقدر يكون عنا البريفليج انه نغير شوي بالاشياء اللي عم تنعمل. نزيد لهم مثل ما قلتي سبايكس لان هلا دارج كثير للفور وومن، نحط يمكن ما بعرف ستراس بشي مطرح بشيب معين كمان. يعني في وي هاف ذا بوسيبيليتي تو دو ذس وان شاء الله نقدر نعملها. يعني لكن كل الاشخاص اللي حابين انه يفوتوا بيقدروا يشوفوا كل الصور على الويب سايت ولا بعض الصور نو كل الكولكشن يعني احنا عندنا اياها موجوده على onepiece-me.com او على الفيسبوك بيج تبعنا نحن. يعني من المهم انه نشرح شوي بس عن البراند، لانه البراند مش بس هي يونيك، هني اول ناس عملوا جامب سوت بالعالم، بس مش بس هيدي اليونيكنس تبعهم، يونيكنس تبعهم هني كيف عملوا لها ماركتينج من خلال السوشيال ميديا. يعني انا اللي حبيته فيها، انا الباك جراوند تبعي شوي يعني تيليكومنيكيشنز، فالحلو فيها انه هني اخذوها كبراند وعملوا نيو واي تو ماركت ات اونلاين، فخشقوا خلقوا هالسوشيال فولوينج تبعها، وبعدين ذي ريورد يعني هيدي البراند ريوردز يلي يعني الفانز تبعها على يعني دائما بيكون في كونتست على السوشيال ميديا اللي بيعمل لايك مثلا على الفيسبوك اكزاكتلي بيطلع له 5% 10% ديسكاونت. ذي ار بيج تايم انتو تشاريتي، يعني مثلا عملوا وان بيس ممكن يمضيها شخص هلا بيعملوا وحده لنانسل مانديلا حيمضيها اند ذي ويل سيل ات. في بيكون في عليها اوكشن، عملوا كذا وحده قبل وصلت للوحده منهم وصلت ل 20,000 يورو انباعت. بعدين نزلوا منها لاين كامل وحطوا كل الريفنيو تبع اللاين فور تشاريتي. ففي كثير قصص وهيدي نحن تقريبا في كثير ايفنتس على السوشيال ميديا شور وهي اتس ايفنت دريفن. يعني بياخذوا هالسوشيال ميديا بيقولوا مثلا اليوم نحن عاملين ان ايفنت بهيدي الجامعه ولا بهذا الكلب بيقدروا الاشخاص كمان يعني exactly. يعني if you're wearing one piece you go in and you get 50% discount on your whatever beverage or society. كنا لكن عم نشوف كمان هلا فيديو لوسام حنا ب dancing with the stars بالتريننج كمان كلابس للجامب سوت. رح ننتقل هلا كمان ونشوف الكاتوك الفاينل. بس قبل بدي اشكركم لوجودكم، اهلا وسهلا فيكم بكاتوك بالام تي في، وكمان موفقين وان شاء الله تكون بدايه وانتي لقاء حلوة. أكيد نرجع منشوفكم بأفكار جديدة وكمان بإيفنتس جديد. لكن مشاهدينا أنا بودعكم، ولكن هلأ رح ننتقل ونشوف آخر كاتوك لون بيس بالجامب سوتس.